مين؟ مين؟ علي؟ فريدة فين؟ جوه. طب ناديها أنا عايزها. في إيه يا علي؟ أنا هقول لك يا عم توقفي إيه؟ خلاص يا فريدة. ما خلاص بقى. علي عايز يهاجر. لا ومش بس كده، ده كمان بيحضر ورق السفر وبيتخانق معايا عشان طلبت منه إن هو يقول لكم قبل ما يعمل أي حاجة. خلاص خلاص شكرا. إيه اللي أنا بسمعه ده؟ الكلام اللي بتقوله فريدة حقيقي؟ أنت عملت كده؟ لا لا بصلي حط عينك في عيني وقول لي أيوه يا ماما أنا مهاجر. كنت هتقول لي إيه؟ كنت هقول لك كل حاجة بس في الوقت المناسب. والوقت المناسب ده امتى؟ بعد ما تسافر؟ انت ازاي تعمل كده من غير ما تقولي؟ انت ايه بتحطنا قدام امر واقع؟ يعني انا اتجوزك بنتي عايز تاخدها وتهاجر؟ ده مش هيحصل ابدا. يا خالي افهمني، اعرف بس انا بعمل كده ليه؟ مش هفهمك. ما تاخدش قرارات مصيريه في حاجه ما تخصكش لوحدك. انت يا علي، انت يا علي تعمل كده؟ انا بعمل كده عشان اعرف اعيش. ولا عاجبك حالي ده؟ الحمد لله، انت احسن من غيرك بكتير قوي. حاسس اني مش مرتاح، حاسس متكتف كده، مش عارف اعمل ايه. انا الكلام ده مش داخل دماغي، واسمع اللي هقولك عليه. عايز تسافر سافر لوحدك، بنتي مش هتسافر، ده اخر كلام عندي. تعالي ورايا. اوعي اوعي. ماما ماما ارجوكي ارجوكي فهميني بس بليز. علي انت اللي لازم تفهم حاجات كتير قوي قوي. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.